أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أن تقليد الاحتفال بيوم العلم الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بات من المناسبات الوطنية الغالية التي يحرص فيها أبناء الإمارات على التعبير عن مدى ارتباطهم بوطنهم وولائهم لقيادتهم وتفانيهم في خدمة هذه الراية التي يتبارون في الحفاظ على مكانتها عالية خفاقة ببذل الغالي والنفيس في سبيل رفعتها وإعلائها رمزا لعزة دولتنا وكرامتها ورقيها بين الأمم والشعوب. جاء ذلك خلال مشاركة سمو ولي عهد دبي في احتفالات دولة الإمارات بيوم العلم، حيث قام برفع علم الدولة ضمن فعالية تم تنظيمها اليوم لهذه المناسبة في منطقة الشندغة التاريخية في دبي. وقال سمو ولي عهد دبي: في كل وقت نرى فيه علم الإمارات عاليا خفاقا يزداد الشعور بالمسؤولية نحو وطننا والحماسة للحفاظ على مكانته والعزيمة لحماية مكتسباته وصون مقدراته، ونزداد زهوا بإنجازات أبناء هذا الوطن المعطاء الذين تمكنوا من رفع علم دولتهم على منصات التكريم في شتى المحافل الدولية وضمن مختلف المجالات، بل وصلوا به إلى عنان الفضاء عندما حمله هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي وأول عربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة تاريخية شهدت مولد إنجاز عربي مهم بتوقيع أحد أبناء الإمارات.